مرحبا بكم في العاصمة التايوانية تايبي، هذه المدينة الجميلة في هذه الجزيرة الكائنة في المحيط الهادي. والعاصمة تايبي مشهورة اقتصاديا وتجاريا، وهي وجهة وقبلة لكثير من التجار ورجال الأعمال. هذا اسم تايبي. هذا أحد الأنهار التي ترفد جانب الجمال في العاصمة التايوانية. وهذا أيضا أحد المباني ذات الطابع الصيني التقليدي. ومما تمتاز به العاصمة تايبي وجود البرج الطويل الذي يعتبر حتى عام 2010 أطول برج في العالم بطوابقه 101، لكنه الآن نزل إلى المرتبة الثانية بعد برج خليفة في دولة الإمارات، وذاك هو برج أو تاور 101. كان القصد منه طبعا اجتماع رجال الأعمال ومحط أنظار أهل التجارة والاقتصاد. إذن ندخل رويدا رويدا نحو الشوارع التجارية في هذه المدينة. تبلغ مساحة تايوان نحو 180 كيلومتر مربع إلى الشرق من الصين، ومشهورة بأسواقها الليلية في تايبي، ولعل من أهم المناطق السياحية التي فيها حي شيميندينغ، وهو مكان مثالي للتسوق في شراء الملابس والهدايا التذكارية، بل ويقع في منطقة التسوق التي تجذب عددا كبيرا من الزوار. نالت تايوان استقلالها عام 1949 للميلاد، بعد أن انقسمت عن دولة الصين الكبرى. فمرحبا بكم في تايبي. و 64 下